يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله جل وعز. قد جاء في الخبر عن سيد البشر أنه سأل أبي بن كعب، وأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة لكتاب الله. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن أعظم، فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم. فسأله الثانية أي القرآن أعظم، فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم. فسأله في الثالثة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله على صدري وقال لي ليهنئك العلم يا أبا المنذر. من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يواظب عليها كل صباح وكل مساء وعند النوم وبعد الصلوات المكتوبات. وأخبرنا قائلا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني يسرق من تمر الزكاة، قال فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليقيم عليك الحد، فقال دعني فإني محتاج وعندي عيال ولي حاجة شديدة، قال فتخليت عنه يعني تركته. فأصبحت فقال لي رسول الله يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، قال أما إنه كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال، دعني ولن أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، فقال أما إنه كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، مش هسيبك تاني تضحك علي، لن تفلت مني هذه المرة. فقال أو أعلمك كلمات ينفعك الله بها وتتركني؟ قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله، وذلك لحرصه على الخير والنفع. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال رسول الله أما إنه صدقك وهو الكذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. أرعني سمعك رعاك الحق. الله لا إله إلا هو الله لفظ الجلالة، وهو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا إله إلا هو. لا إله بحق إلا هو، ولا يستحق العبادة إلا هو، فلا يعبد نبي ولا ولي ولا ملك ولا غير ذلك. وإذا كانت الآلهة المزعومة من دونه كثيرة فجميعها باطلة مدعاة،
لا تستحق العبادة من دون الله. الحي سبحانه حي حياة أبدية سرمدية ليس لها نهاية وليس لها بداية، فهو سبحانه الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، وكل ما سوى الله له أول وله آخر، يسبقه عدم ويلحقه فناء. قال الله جل الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القيوم قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، ولا قوام ولا اعتدال للمخلوقات بدونه، فجميع المخلوقات مفتقرة إليه وهو سبحانه غني عنها. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة من النعاس والنوم أقوى من النعاس، والله جل وعز لا يغفل ولا ينام ولا يعتريه ما يعتري البشر من النوم والتعب والمرض والغفلة. قال عنه أعرف الخلق به: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه نور على نور. له ما في السماوات وما في الأرض، فالسماوات وما حوت والأرض وما وعت وطوت كل ما فيها عبيد لله، فهو جل جلاله ملك السماوات والأرض، وكل ما فيها خاضع لملكه وقهره وسلطانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يملك الشفاعة ملك موكل ولا نبي مرسل ولا ولي. لا يشفع والد لولد ولا مولود لوالد إلا بإذنه سبحانه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو سبحانه بكل شيء عليم محيط، لا يعجزه علم ولا يغيب عنه غيب، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علم الله إلا ما أعلمه الله إياه وما أطلعه الله عليه. قال الله تعالى: الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي هو موضع قدمي الرب. قال عنه رسول الله: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا حلقة في فلاة، دبلة، خاتم في صحراء واسعة، وما الكرسي في العرش إلا حلقة في فلاة. والخالق سبحانه أكبر من المخلوق ولا يؤوده حفظهما. هذا اليقين التام أن الله تعالى لا يعجزه ولا يثقله ولا يشتد عليه حفظ السماوات والأرض ولا الكرسي ولا العرش بأكمله، فكل شيء ذليل بين يديه، لا يسري عليه قانون العجز، بل هو سبحانه رب قانون العجز وخالقه، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، فلا يعزب عنه شيء، فكل الأشياء ذليلة بين يديه، صغيرة متواضعة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة له، فلا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيها وما بينهما، فلا شيء مستحيل على الله. ادعوه واقترب منه في هذه الأيام، فهو القائل: إني قريب أجيب.
ادعوه واقترب منه ليقترب منك كل شيء ويتحقق. وهو العلي العظيم العالي فوق خلقه، له علو المنزلة وعلو السلطان وعلو القهر سبحانه، وهو الكبير المتعال الذي له العظمة والكبرياء، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفى أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. آية الكرسي من أعظم الأذكار، من قالها أجير من الجن في الليل والنهار. وإلى تمرة أخرى، فانتظرونا على الموعد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحينا يلا نتسحر، جمعنا على الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، على تمرة من إيدك الفطر، على حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك، نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك.